ونعود إلى موضوع الإشاعات التي تم تداولها حول صحة مقريف رئيس المؤتمر الوطني العام، ومعنا من اسطنبول السيد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام. سيد المقريف، أهلا وسهلا مرحبا. أولا الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله هذا هو حد السو. يعني إن شاء وسائل الله. الإعلام تناقلت أخبار متضاربة وبها تشخيصات متعددة لحالتك الصحية، فكيف هي حالتك الصحية الآن؟ حالتي الصحية والحمد لله أولا وأخيرا بخير وفي تحسن، وليس يعني تأكيدات الأطباء كلها أن العملية كانت ناجحة وحققت الهدف منها، والآن أنا خاضع إلى متابعات كالعادة بالنسبة لأي عملية أخرى للاطمئنان والتأكد من أن ما لا توجد أي يعني مؤثرات سلبية أو وجود أي شيء سلبي. يعني الحمد لله كل التقارير كلها مطبقة الحمد لله، والواقع أن الأمر هذه الإشاعة ليس لها أي أساس من الصحة، هي اختلاق من الاختلاقات اللي تعيش بها حياتنا للأسف الشديد، و زي ما يقولوا عربنا اجعل كل عيط كذاب يعني. نعم، وعلى العموم يعني انا دعائي الى الله سبحانه وتعالى دائما هو اللهم اجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر. نعم، آمل ان اي زياده في عمري ان شاء الله نعم، تكون من اجل الخير ومن اجل خدمه بلادي من اجل نعم. خير. أنت والموت الآن حق، يعني في فترة الموت النقاهة حق. في إسطنبول، فترة النقاهة هذه هل ستتضمن أي أنشطة سياسية؟ لا، ما ليس وارد هذا إطلاقا، ليس وارد هذا إطلاقا، على الإطلاق. ليس وارد إطلاقا. يعني مجرد حصل لي زيارات مجاملة من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومن عدد من المسؤولين نعم هنا، فهذه زيارة يعني مجاملة وسؤال يعني. نعم ومتى نتوقع عودتك إلى المؤتمر الوطني العام؟ والله أنا في غاية الشوق للعودة، كأني غاوي هم يعني غاوي غاوي تعب يعني. فطبيعتي لا أحب الكسل ولا أحب الخمول ولا أحب عدم نعم ولا أحب التبطل يعني. نعم فمجرد ما يعطيني الأطباء الإذن بإمكانية السفر وممارسة النشاط سأفعل هذا بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. يعني نعم أمامنا مهام كبيرة جدا في المؤتمر. نعم الحمد لله على السلامة مجددا. شكرا الله لك يسلمك. رئيس المؤتمر الوطني العام السيد محمد المقريف، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. شكرا لك.